بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم السبت الموافق 14/8/2021 تم وصول الرسالة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 22 طن. السبت 14/8/2021 السيارة رقم 7 محملها ب4 طن مجموع ما وصل إلى محافظة الإسكندرية حتى الآن 26 طن. اليوم السبت السادس من شهر الثاني المحرم ل 1443 وصلت إلى مديرية أوقاف بني سويف سيارة لحوم الأضاحي محملها ب4 أطنان من اللحوم، ليصبح إجمالي ما وصل إلى محافظة بني سويف 26 طن حتى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس 2021 تم وصول الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 3 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 25 طنا. وصلت إلينا اليوم السبت الموافق 14 من أغسطس 2021 الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي وقيمتها 4 أطنان من اللحوم في مديرية أوقاف الفيوم، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلينا حتى اليوم 22 طن من لحوم الأضاحي. نسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.